أحبائي، يسعد لي صباحكم، صباح الورد. أتمنى تتلقوا هذا الأوديو في أوقات جميلة. Bonjour tout le monde, good morning و أزول. أوديو اليوم للحديث عن الاستنارة الشمسية. قررت نغير الكلمة، كلمة الثورة، لأنه الثورات العقلية يعيشها الإنسان في كل زمان ومكان، وهي في الحقيقة لا تغير تغيرات جذرية. حبيت نتكلم في الحقيقة المو ان فرانسي سي لينيسياسيون، يعني الاستنارة. بالنسبة لأسئلتكم، طليت عليها قبل ما بدنا نسجل، ما فيش أسئلة جديدة في الحقيقة. أسئلتكم فيما يخص العين الثالثة والظواهر اللي تشوفها كنت تحدثت عليها فيما سبق، لكن لا أدري أين هو الأوديو اللي تحدثت عليه على العين الثالثة، ولكن تحدثت عليها. فيكم تسمعوا أوديو العين الثالثة اللي حطيته في قناتي، رح تجدوا كل إجابات لأسئلتكم. في أسئلة أخرى ممكن نصنفها نجاوب عليها. الاستنارة، اليوم نتكلم على الاستنارة، يعني نسي صلاة المستنير بطاقة الشمس، من هو أو من هم. لما نتكلم بصورة عامة، الاستنارة هي تحول يسمح للشخص أن يقوم بما لا يقوم به أشخاص آخرين أو أفراد أخر من نفس الجنس. يعني إنسان مع ناس أخرى، حصان مع أحصنة أخرى، وهكذا دواليك. فاليوم عندنا صورتين من الاستنارة. في الحقيقة هناك صور كثيرة من الاستنارة يعيشها الإنسان في حياته على مدار السنين التي يعيشها على سطح الأرض. في كل مرة لما يلحق العمر معين يعيش نوع من الوعي، استنارة معينة يعيشها. ولكن أنا سأتحدث عن الاستنارة العظمى اللي ممكن يعيشها الإنسان، الاستنارة التي تؤهل الفرد بعد ما يتلقاها أنه يا إما ينجح يا إما يختفي. ما فيش حل آخر، يا إما يتحمل صدمات الوعي ويكون فيما بعد إنسان ناجح واعي قدر أنه يتلقى هذه الطاقة، وفي نفس الوقت يكمل حياته مع بقية البشر اللي ما عندهمش نفس الطاقة أو ما عندهمش نفس القدرة، القدرات اللي هو يملكها. يا إما يختفي تماما، بمعنى يبقى في المعبد كما نقوله، يعني يبقى حسير. لا مش حسير. نعرفش منين جبت هذه الكلمة. يبقى سجين حياته هذه، ويبقى عايش في الظلام دون أن يحقق أي تغيير على مستوى المادة، يعني بلا ما يحقق تغييرات أو إضافات للوعي البشري. فإذا هناك نوعين عظيمين من الاستنارة، الأولى هي القمرية، والاستنارة القمرية رح نعملكم عليها أوديو، هي تعتمد على الكذب. استنارة تعتمد على الكذب. معظم الناس اللي تستخدم هذا النوع من الاستنارة تستعمل مجموعة من الحقائق الكاذبة أو مجموعة من الحقائق المزيفة، وتقوم بترويجها بين البشر. وفي الغالب هذا الناس هم اللي نسموهم اليوم في وقتنا المنجمين أو المبصرين، و و و ما نتكلمش على علماء الفلك. لاحظوا، علماء الفلك ينفون كو ما يعملوه كان الحديث على الوقت، يعني يقولوا لك ما هو الوقت المناسب وما هو الوقت غير مناسب، لأنه الكواكب عندها طاقة قوية ترسلها للأرض، فهم يحددوا فقط الخرائط الفلكية من حيث تواجد الكواكب. لا ما نتكلمش على الفلكيين، نتكلم على المنجمين، وهذا شيء آخر. يعني فهذه الناس تؤمن بمجموعة أو تؤمن ببعض الزيف الذي تروج له، لأنهم يعتقدون ببساطة بأنهم صحاح، بأنهم يمتلكون المعرفة، ولكن الحقيقة هم connected مع عالم الموت، هم متصلين بعالم الموت ببساطة. يعني المعرفة اللي عندهم مش معرفة حية، مش معرفة تفيد الجسم البشري، مش معرفة تفيد العلم، مش معرفة تفيد المونتال أو العقل أو الانتلكت. حتى ما نقولش المونتال، لأنه المونتال هو عبارة عن غرغرة عقلية يقوم بها الإنسان أو مونولوجات يقوم بها الإنسان مع نفسه. لا نتكلم على الانتلكت، يعني الإنسان اللي يقدم حقائق باستعمال عقله أو باستعمال استنتاجاته.
فهذا النوع من الناس اللي يعيشوا الاستنارة القمرية هم ناس يخضعوا تماما لكل المناورات الموجودة في البعد الأسترالي في عالم الموت، ويعتقدون بأنهم أشخاص متصلين بطاقة عليا، ولكن الحقيقة هم لأنهم لا يعرفون ما هو الخيط الذي يتصلون به، فهم يعتقدوا أنهم متصلين بطاقة عليا، ولكن الحقيقة هم متصلين بطاقة قريبة جدا في الأسترال، وهي طاقة عالم الموت. وهذه الناس ممكن تأخذ معها ملايين البشر، ملايين البشر ليعتقدوا فيما تعتقده بمسميات كثيرة، بمسميات الأديان واللاهوت والتيولوجيا وحتى العلم أحيانا، يعني في ظواهر غريبة في عصور خلت كان بعض العلماء الأرستقراطيين يمجدون مثلا فكرة أن الأرض مسطحة، ولا يقبلون علماء آخرون يقولوا مثلا أن الأرض دائرية على سبيل المثال. يعني الاستنارة القمرية تقدر تأخذ ملايين السنوات حتى تنتج لنا ظاهرة إنسانية قوية صلبة تقدر تحتمل لهب الشمس، لهب أشعة الشمس الحارقة. يعني المستنير القمري لا يمكنه أن يواجه حقائق علمية، ما يقدرش يواجهها. لماذا؟ لأنه ما عندهش الانتلكت أو ما عندهش العقل القوي اللي يسمح له بتحقيق هذه المواجهة. آسفة أحبائي، توقف للتسجيل الأصوات المزعجة. كنت توقفت في الجزء الأول في الحديث عن الاستنارة، كنت في صدد المقارنة بين الاستنارة القمرية والاستنارة الشمسية. فنعطي مثل بسيط حتى أتطرق للموضوع. مثلا شخص يتعرض لضربة شمس أو يتعرض للشمس، فليحدث له أنه جلده رح يأخذ ضربة، يعني في الغالب نقوله ضربة شمس، ولكن عمرنا ما نقوله مثلا فلان تعرض إلى ضربة قمر. لماذا؟ لأنه الشمس elle vient agresser la peau، جي تعتدي على الجلد. الشمس لماذا تعتدي على الجلد؟ لأنها قوية ببساطة، يعني الشمس طاقة الشمس قوية جدا. بعد ما يتعرض لها الجلد يتحول، يعمل طفرة أو يعمل ميوتيشن أو تحول، ويجعل هذا الجلد يتكيف مع درجة الحرارة العالية، مثل ما تعرفوا يتحرق ثم يتقشر وينتج ميلانين أكثر ويصبح أكثر سمارا وأكثر جمالا ويصبح أقوى، يصبح أقوى منه من الجلد الأول اللي كان عليه، حتى يقاوم أكثر أشعة الشمس. هذا هو اللي يسموه البرونزاج. طيب، هل يمكن للإنسان أو إيش حال من الزمن يمكن للجلد تحت القمر أنه يأخذ هذا البرونزاج أو يأخذ هذا اللون، هذا السمار؟ هذا أكيد لازم له ملايين السنوات. هذا إذا قدر يعيش ملايين السنوات، لازم له ملايين السنوات حتى يصبح بهذه القوة أو حتى يعمل هذه الطفرة الفيزيائية أو هذا التغيير على مستوى المادة. فالاستنارة الشمسية هي نفس الشيء بالنسبة للظاهرة اللي كنت نقول عليها الآن، ظاهرة البرونزاج بالقمر أو الشمس. فلا علم ولا عقلانية ولا أي نتيجة تغير المادة بواسطة الاستنارة القمرية. كل التغيرات الكبيرة اللي تحدث على مستوى الوعي البشري جاتنا بواسطة مستنيرين شمسيين، بواسطة الاستنارة الشمسية. الاستنارة الشمسية اللي تخلي الوعي غير متلون، نون كولوري. الألوان اللي هي نقصد بها الصبغات اللي تجي من السماء من الأسترال. الاستنارة الشمسية قريبة من كل وعي، يعني قريبة من كل الناس، قريبة من كل وعي يبحث عليها ويريدها. يعني شخص لا أدري، شخص كسول عايش في معتقداته، عايش في القوالب الجاهزة اللي هو متعود عليها، عايش في منطقة أمانه اللي هو متعود عليها، أكيد لن يصبح أبدا مستنيرا في ولا يوم من الأيام.
الاستنارة تروح للناس المجتهدين، للناس اللي يبحثوا، للناس اللي ما تكفيهمش الأجوبة جاهزة، الناس اللي تعودت، الناس اللي تعودت على البحث. هذا الناس اللي نقول عليهم قابلين للاستنارة، الناس التي لا تكتفي بإجابات الآخرين وتريد دائما أن تصل إلى حقائقها بوحدها، هي نقول عليهم بريديسبوزي الانيسياسيون، يعني قابلين للاستنارة. اليوم عددهم صار أكبر بكثير من الأزمنة اللي فاتت. يعني ما معنى ذلك؟ يعني فيما سبق كان العلم والمعارف الخارقة هذه محصور على الطبقة البرجوازية التي تملك أموالا، يعني هي اللي تقدر تحصل أحسن الظروف وأحسن الأساتذة وأحسن المدارس والجامعات. اليوم لا، اليوم المعلومة الأصلية صارت متاحة للي يبحث عليها، وعنده كل نقول الظروف اللي تسمح له أنه يبحث عليها. يعني مثلا مجرد لابتوب أو مجرد كمبيوتر وإنترنت وتقدر توصل إلى أي معرفة أو أي معلومة تريد أن تصل إليها، لأنه الآن المجلات صارت تنشر، نتائج الأبحاث صارت تنشر، حتى القضايا في المحاكم مثلا احنا عندنا صارت تنشر. يعني انت اذا عندك شك في اي شخص تروح تبحث عليه في سجلات المحكمة العامة او سجلات المحكمة عندنا، فتوجد اذا كانت عنده احكام ضده او عليه او له او ما شابه، انه الاحكام صارت تنشر اليوم الا اذا طلب صاحبها عدم النشر. هذا في حالة ما إذا لم يكن مدانا، أما إذا كان مدانا في قضية عامة أو في حتى قضية مع شركة أخرى أو مع أحد الأشخاص، فالمحكمة سترفض طلبه يعني أنه يجعل الحكم غير معلن. طيب ما نعرفش على رحت لهذا المكان. مهم، القابلين للاستنارة اليوم هم الناس القابلين أن يعلموا ويعقلنوا المعرفة بحيث تتفق هذه المعرفة مع طاقتهم الذكية وأرواحهم، مش تتفق مع عقولهم فقط، تتفق مع أرواحهم كذلك. يشعرون بالاستسلام لهذه الحقيقة مؤقتا إلى أن يطعنون فيها أو إلى أن يبدأوا يشكوا فيها، ثم يعرضوها كذلك للتحقيق من جديد. وهذا ما يسمى بتشيك إن. التشيك إن هو أنك تنقض معارفك أنت، وكين the recheck أو أنك تعيد تفتقد هذا تتفقد sorry تعيد تتفقد هذا المعرفة إذا كانت صحيحة ولا لا بعد فترة من الزمن. طيب من هم المستنيرون الشمسيون؟ المستنيرون الشمسيون الناس اللي يسموهم بهذا الاسم وهم الناس اللي عندهم أجسام قادرة تحتمل صدمات الوعي من دون ما تتحول إلى جثث يعني من دون ما تموت. يعني ناس تأخذ الصدمة تتكسر شوية بعد تستفيق من جديد وترجع تكمل البحث، يعني ما تموتش ببساطة، يعني لا تفقد شغفها العلمي والمعرفي من أول خبطة أو من أول صدمة أو من أول فشل إلى آخره. فنذكركم أن الإنسان الواعي يعيش دائما باتفاق مع روحه، ويعيش كإنسان سعيد جدا، سعيد بكل التطورات التي تحصل في حياته، لأنه لما يتفق مع روحه، روحه رح تتفق مع الكون، مع الطاقة اللي هي جاية منها، الطاقة الذكية اللي هي جاية منها، فيولي الكون يبعث له الكثير من المساعدات، الكثير من وسائل المساعدة، لذلك سيزداد فرحه وسعادته بكل التطورات التي يعيشها من بعد ألم، من بعد مخاض، من بعد ولادة. يعني ما تصوروش أنه بين ليلة وضحاها رح يكون عندكم كل الإجابات كل أسئلتكم، لا، لازم تجتهدوا تتعبوا في البحث عن الإجابات، وبعدين الإجابات رح تولي تجي بصورة منطقية، بصورة متسلسلة، هكذا ستترتب الأمور ترتبا واضحا في أذهانكم. بالإضافة إلى كل هذا، حين تعيشوا بصحة وتعيشوا بطاقتكم، لأنكم ما تحتاجوش إلى أنابيب طاقة، أنت كإنسان واعي ما تحتاج إلى أنبوب طاقي آخر حتى يساعدك،
تعيش بطاقتك، لست بحاجة إلى الخارج، لست بحاجة إلى الأسرار، لست بحاجة إلى الأوهام، تعيش في حقيقة حقيقتك وفي حقيقة أنت متأكد منها، ليس متيقنا بمعنى الإيقان اليقين والإيمان، لا، أنت متأكد بأن هذه حقيقتك، لا تفرضها على الآخرين ولا تريد أن يتلون الآخرون بلونك، ولكن أنت تعرف لونك ومتأكد منه. ولما تحتاج تسمع أشخاص أو لما تحتاج إلى أن أبي بطاقة خارجية، فأنت في ذي الحالة أنت بصدد رفع وعيك فقط، أنت تعرف أنك إنسان واعي، ولكن تريد أن تصل إلى درجات أخرى، درجات أخرى في سلم الوعي، قد تكون درجات مختلفة عن الدرجات اللي أنت مشيت عليها لا غير يعني. فإذا الناس اللي تحب تطرق الأبواب المغلقة والمعارف الغير مفهومة وما زالت رحلة بحثها مستمرة رغم مرور السنوات، هي الناس التي تعيش الثورة الشمسية أو الثورات الشمسية، لأن الشمس تزودنا باستمرار بطاقة، طاقة حياة جديدة في كل يوم، تفرض هذه الطاقة علينا الرغبة في العمل، النشاط. يعني الشمس بمجرد ما تشرق الشمس، أكيد أنا لا أتحدث عن الناس الخاملين الذين ينامون إلى غاية الواحدة ظهرا، أنا أتكلم على الناس اللي تفيق بمجرد أول شعاع شمسي. فالشمس تعطينا طاقة، تفرض نفسها علينا هذه الطاقة وتجعلنا نطور من أنفسنا في كل يوم. لما نقول التطور رح يكون في كل المجالات، تطور فيزيائي، تطور عقلي، تطور عملي، كل المجالات من دون استثناء. المستنيرين أو أنتوا اللي تسمعوا فيها، لأني أنا أعتبركم من المستنيرين ومن القابلين للاستنارة، فيه بعضكم خلاص وصل يعني أنه ممكن نسموها نينيسي أو مستنير، وفيه البعض الآخر قابل أن يستنير. فأنتوا رح تطرقوا الآن الكثير من الأبواب الجديدة، وممكن تكونوا طرقتوا بعض هذه الأبواب في الماضي ووجدتوها مغلوقة، ولكن مع كل السقطات اللي ممكن تسقطوها لن تفقدوا الأمل. لماذا؟ لأنه عندكم هذه الطاقة الداخلية اللي تبعثكم إلى البحث المستمر وإلى الرغبة في التجدد والتنوع والتطور باستمرار. الناس المستنيرة بطاقة الشمس هي كذلك لتغير من المادة. لما نقول المادة ما نقصدش بها الأشياء فقط، بإنما نقصد كذلك الأجسام والعقول، هي الناس التي تحارب ضد البشر. لما نقول كذلك البشر، لا أقصد أنها تحارب أناسا آخرين، وإنما تحارب البشر الذين يقفون ضد البشر، تحارب لونتي أم مثل ما يسمى، يعني تحارب البشر أو الناس اللي هي جنود مجندة مع قوى الظلام اللي تساهم في تأخرنا أو اللي تحد أو تشل حركتنا العلمية والعقلانية. هذا الأمر، هذه الاستنارة الشمسية تتطلب قوة تقودك إلى القرار السليم، والقرار الذي يجعلك مختلفا عن الآخرين، يعني لا تخضع للوعي الجمعي، القرار الذي يجعلك ترى العالم بعينك فقط ليس بعيون الآخرين، القرار كذلك الذي يجعلك لا تتخطى حدود عقلك أو حدود طاقتك العقلانية، بمعنى أنك تتدرج في الاستنارة حسب المبادئ العلم أو العقلانية اللي وصلت لها. يعني ما فيش عندك مساعدات أجنبية أو مساعدات خارجية تجي تعطي لك بوش، كل استنتاجاتك جاية من عندك، كل علمك جاي من عندك وهكذا. هنا فقط لما تصلوا إلى هذه النقطة أو إلى هذه المرحلة تقدروا تقولوا أنا أصبحت من المستنيرين، ليس لأنك تلبس أسودا مثلا أو لا أدري، أو تحمل سبحة في يدك أو طولت لحيتك أو لا أدري نوع التدين أو نوع الهالة اللاهوتية اللي حطيت راحك فيها، لا،
المستنير هو الذي يجيب على الكثير من الأسئلة التي عاجز الآخرون عن الإجابة عليها، يجيب عليها وهو متأكد من أن إجابته سليمة ومنطقية. في الماضي كان هناك الكثير من الأوهام التي تحد الوعي البشري، ولكن اليوم الحقيقة أن الوعي صار متاحا للكثير من البشر بسبب التغيرات اللي حدث، أولا بسبب التغيرات الجينية اللي حدثت على البشر، ثانيا بسبب الانفصال اللي عملوا الناس، الانفصال اللي عملوه الناس الآن مع الوعي الجمعي. أكيد نسبة المنفصلين ليست كبيرة، يعني ما تقدرش تتعدى 20% مثلا من أي مجتمع، ولكنهم موجودون ويحاولون التغيير. لما لأن التغيير، لاحظوا، الوعي الجمعي هو بمثابة الصخرة أو البلوك الذي يقبع فوق أذهاننا أو يقبع فوق رؤوسنا. أنت لما تبدأ تفتت هذا البلوك، فأنت راح تشيل الكثير من الأوهام اللي تحط فيها ممرات للشعوب أو للناس أنها تمر من خلالها. فإذا المستنير هو الشخص اللي عنده ذهن صافي، كل شيء واضح فيه، كل شيء مرتب هناك. المستنير هو الذي الشخص الذي قطع السرة مع الآباء البيولوجيين جينيا نقصد، والآباء في السماء كذلك، لأنه عندنا آباء كذلك في السماء، آباء من الأسرار أو معلمين في السماء. المستنير كذلك هو الذي قطع مع عالم الموت، قطع كل الصلات التي تربطه مع عالم الموت. عالم الموت هو كل المشاعر، أو كل هو كل العواطف السلبية، الألم، الحزن، الذنب إلى آخره. إنه كل هذه جاية من وعي الإنسان الجمعي. أنت تشعر بالذنب لأن الآخر أشعرك بأن ما فعلته كان مذنبا، كان مذنبا بالنسبة له في حكمه هو، ولكن ليس أنت لست مذنب بالنسبة له. يعني فيه ناس كثيرة تشعر بالذنب، مثلا لا أدري في علاقة ما، وتقول أنا أشعر بالذنب لأنني ما لا أدري، أنا تركت شخصا أرى بأنه شخصا غير واعي. لا تشعر بالذنب، لأنك ببساطة أنت أنقذت نفسك من براثن اللاوعي. المستنير كذلك هو الشخص الذي لا يؤله الفكرة، يعني ما عندهش أي فكرة مؤلهة، قال هذه ولا ما كاش، لا، كل الأفكار قابلة للغربلة، كل الأفكار قابلة للنقد، كل المعتقدات قابلة للنقد، كل الأديان العقلية قابلة للنقد. هذا هو المستنير الشمسي الذي يحدث التغيير كذلك. ما تنساوش المستنير الشمسي هو الذي يحدث التغيير على مستوى الوعي. فإذا ببساطة حتى نكمل الأوديو حتى نختم الأوديو، المستنير هو الذي قطع مع المستنير الشمسي هو الذي قطع، هو أولا هو الشخص الذي رفع طاقة جسمه ليستقبل طاقة الشمس، وهو الذي قطع مع كل العواطف والألم والأسرار السلبية، لأن العاطفة تعني تعذيب الإنسان، كلما عذب أكثر كلما كان مرضيا أكثر من طرف الآلهة أو من طرف الناس. يعني مثلا فيما سبق كان يقولوا لا أدري، لما كان أحد المستنيرين يقول مثلا أن الأرض ليست مسطحة، فكانوا يعذبوه يقولوا له أنكر كلامك، قل بأن الأرض مسطحة وليست دائرية حتى نطلق سراحك. نفس الشيء اليوم يعملون لنا، نفس الشيء الوعي الجمعي يعمل لنا نفس الشيء، قل كذا وإلا سنعذبك، سنحرمك من كذا وسنحرمك من كذا وسنحرمك من كذا. نفس الشيء اللي كان يقع فيما سبق، رغم أننا لحقنا، يعني تاريخيا لحقنا إلى فترات جميلة من الوعي. للأسف احنا صرنا نتراجع منذ سنة 2020، منذ أدخلنا في الألفية الجديدة صرنا نتراجع. الغرض من هذا الوعي الجمعي المخذع هو ببساطة أن يسكت الشعوب، يعني الإخضاع، ما في أي غرض آخر، يريدون إخضاع الشعوب وجعلهم يبقون في حالة سكوت
وفي حالة خنوع ببساطة. يعني لما نصير نلحقنا إلى مستوى كبير من الحريات على مستوى جميع الأصعدة السياسية والصحفية و و و و ثم نرجع نتراجع نقول بما تقول به الحكومات أو بما يقول به أرباب العمل أو أرباب المال في دولة ما، فللأسف الشديد احنا هنا وعينا يتراجع، وعينا الجمعي نقصد، أنا لا أقصد فئة المستنيرين المنفصلين، نقصد الوعي الجمعي بصورة عامة. المستنير في الأخير الشمسي هو الذي يعيش العالم بصورة علمية عقلية مش عاطفية أسترالية، وهو الذي لا يغذي أبدا طاقة الأسترال، طاقة الألم والذنب، بل يركلها بكل نشاط في كل يوم ليبحث على الحلول. ولا يزال إلى اليوم يعني الكثير، للأسف الشديد، الكثير من الشعوب يعانون من الأمراض والمجاعات و لأنهم ببساطة لا يصلون إلى تحقيق نوع من الوعي المميز أو الوعي المستنير النشيط اللي أهلهم أنهم يخرجوا من الجهل. يعني عندهم مستنيرين، ولكن الاستنارة لم تكن كافية حتى تحقق التغيير على مستوى المادة. ما زالهم يفكرون بأنهم لم يصلوا كفاية، أو أن الرب لم يرضى عليهم، ولا أدري. مهما كان الإله الذي يتصوره الإنسان فهو لا يحل أبدا مشاكل المادة لدينا، أبدا لا يحل هذا الإله أبدا مشاكل المادة لنا، ولا مثلا مشاكل الأمراض اللي نعيشها، لأنه ببساطة نحن مزودون بكل وسائل البحث، عندنا النورونات والخلايا العقلية اللي تسمح لنا أننا نبحث حتى ننقذ أنفسنا من الورطات المادية، ننقذ أنفسنا في كل مرة. نقول للإنسان اعمل، ابحث، اجتهد، ونبقى مكاننا في كل مرة نقول للإنسان اطلب ربك أن يساعدك. احنا لأننا بهذه الطريقة نحن نغذي الظاهرة العاطفية فينا ولا نقوضها، احنا نقتل في أنفسنا الإبداع والنشاط والحياة، طاقة الحياة اللي فينا، ونقتل كذلك الجسم اللي هو الآلة الوحيدة أو الوسيلة الوحيدة لتغيير الواقع. يعني أنت لو ما قمتش من سريرك الصباح ورحت أكلت يعني تغذيت، ما فيش أي إله رح يجي يغذيك. لو ما قمتش من سريرك للعمل، ما فيش أي إله رح يجي يعمل مكانك. لو ما دورتش على حل لمرض ما، ما فيش أي إله رح يجي يدور يبحث لك على الحل لمرض ما. لا شيء يغير الأرض إلا الإنسان الواعي، مش المتعلم، الإنسان الواعي العقلاني، الإنسان الواعي العقلاني الذي يستطيع تغيير الطبيعة ويغير المادة بحيث يجعلها تتكيف لراحته. يعني مثل ما حدث في الماضي، يعني الإنسان ماذا فعل؟ الطبيعة لم تتغير، كل ما فعله الإنسان المستنير هو أنه جعل الطبيعة تتكيف. حينما عرف قوانين الطبيعة، القوانين التي تتحكم في الطبيعة، جعل الطبيعة تتكيف لإسعاده أو لتحقيق راحته ببساطة، بدل ما يبكي لرب السماء أو لرب المطر أن ينزل له مطرا، تعلم أنه يحتفظ بالمياه في السدود وهكذا. تحياتي. رح نشوف أسئلة المنتدى ونصنفها إن شاء الله ونرد عليها في أوديو أو أوديو هاي. سلام مايت.